ومشاهدينا معنا من مقر انعقاد الجلستين بالأكاديمية الوطنية للتدريب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، انقل لنا الأجواء فيما يتعلق بالجلستين اللتان تتعلقان بالمحور الاقتصادي. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل جلستان هامتان، الجلسة الأولى في المحور الاقتصادي ناقشت كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن آليات تفعيل ذلك على أرض الواقع هذا ما أخذ جدلا كبيرا داخل هذه الجلسة. هناك من تحدث عن حوافز مختلفة لدعم هؤلاء المستثمرين الصغار لدمجهم داخل الاقتصاد الرسمي، هناك من تحدث عن بعض الحوافز المختلفة مثل تقليل الضرائب على سبيل المثال أو تقنين الأوراق الخاصة بهذه المشاريع. لذلك كان هناك العديد من الأطروحات والأفكار التي تتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما سيعود أو بشكل مباشر بالنفع على المواطن، مما سيساعد عن طريق المساعدة في الإنتاج بشكل عام داخل جمهورية مصر العربية أو الإنتاج المحلي، وهناك أيضا من سيساعده على التصدير بشكل كبير، مما سيساعد في تقليل الفجوة الكبيرة، الفجوة الدولارية ما بين التصدير والاستيراد. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت خاصة بالمحور المجتمعي، وتم مناقشة فيها اللجنة الخاصة بالقضايا القضية السكانية، وكان هناك اقتراحات عديدة منها إعادة هيكلة المجلس القومي لي السكان وتحويل تبعيته من وزارة الصحة إلى إما مجلس الوزراء أو إلى رئيس الجمهورية مباشرة، مثلما كان سابقا تابع لمجلس الوزراء. كانت هذه من أهم النقاط التي كان هناك حديث كبير حولها، ولكن أيضا قبل تحويل هذه التبعية أيضا إعادة هيكلة هذا المجلس، وأيضا آليات التعامل داخل هذا المجلس، اختيار الأعضاء، آليات التمويل، أيضا سبل التوعية المختلفة فيما يتعلق بالتوعية الثقافية الخاصة بالمواطنين. كانت هذه ربما آراء المشاركين داخل الجلسات، ولكن أيضا المشاركين داخل الجلسات أخذوا ببعض التوصيات التي خرجت من قبل في المرحلة الأولى، أو حتى بعض التوصيات التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، ولكن أيضا بجانب ذلك الحملات التوعوية المختلفة التي تساعد المواطن بشكل عام على إما تحديد فكرة الزيادة السكانية أو الاستغلال بشكل أو بآخر استغلال أمثل لهذه الزيادة، ويعني توظيف هذه الزيادة في الأماكن الأفضل. ربما هذه أهم النقاط التي تمت مناقشتها اليوم، على أن يخرجوا بتوصيات يتم رفعها للأمانة العامة للحوار الوطني، ليتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية، وانتهت بالفعل منذ قليل هاتين الجلستين. نعم كريم، يعني فيما يتعلق بالمحور المجتمعي، يعني ذكرت أن هناك عدد من المقترحات تمس القضية السكانية، لكن فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي نعلم أن الجلسة كانت مغلقة. هل يعني بما أن جلستين يعني اليوم ما يميزهما وجود المتخصصين، هل من مقترحات وصلت إليكم فيما يتعلق بمحور التضخم ومواجهة مصادر ارتفاع الأسعار لتقليل العبء على المواطن؟ ربما لم يخرجوا لنا بتوصيات واضحة فيما يتعلق بهذه الجلسة أو توضيحات لما حدث داخل هذه اللجنة الخاصة بتضخم الأسعار، ولكن النقاش بشكل عام أو بشكل يعني مبدئي كان حول اقتراح آليات مختلفة للتعامل مع الرقابة ربما، أو ربما أيضا التعامل مع التجار في حد ذاتهم، أو ربما زيادة الإنتاج فيما يتعلق بالسلع الأساسية، مما يقلل أيضا الفاتورة الاستيرادية، وأيضا يعود بشكل مباشر على التاجر، فسيضطر التاجر بعد ذلك للتعامل بالسعر ربما المحلي إذا جاز التعبير، بدلا من زيادة فاتورة الاستيراد عن طريق الضرائب أو الجمارك أو غيرها. ربما هذه ربما يعني رؤية تحليلية من الممكن أن تكون حدثت بالفعل داخل هذه اللجنة، لكن لم يخرج توصيات واضحة أو مباشرة فيما يتعلق بهذه اللجنة أو هذا الموضوع تحديدا. أشكرك جزيلا كريم بيبرز، كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.